بسم الله ما شاء الله، هادو هما الفطائر اللي غتشوفوهم معايا. غادي يكونوا اقتصاديين وسهلين في التحضير، يليقوا لينا لي ساندويتشات لوليداتنا وايضا الخرجات ديالنا ديال البحر. ويلا نبداو وعلى بركه الله. السلام عليكم غاليتي عزيزتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويوجدكم هذا الفيديو الجديد وانتم في احسن الظروف والاحوال. كي دايرين؟ مرحبا بكم دائما على مطبخي ملح وسكر مع وصفه جديده ومقادير جديده. ان شاء الله هذه الوصفه غادي تعجبكم وتنال رضاكم. وقبل داكشي نشكركم جزيل الشكر على كاع التعليقات الجميله اللي كتكتبوا في الفيديوهات اللي تنحط لكم. شكرا، الله يجازيكم بالخير. وشكرا ايضا المتتبعات ديالي الغزالات، الله يحفظكم ليا ويخليكم ليا دائما وابدا. ويلا نبداو على بركه الله دائما، قبل نصليو على نبينا محمد عليه افضل الصلوات والسلام. اليوم هذا الفيديو ديال نهار اليوم مميز، علاش؟ لان غادي نقدم لكم واحد الفطائر اللي غادي تحتاجوها اكيد في هذا الدخول المدرسي ان شاء الله اللي غادي يكون ان شاء الله في شهر سبتمبر. هاد الفطائر على شكل ساندويتشات، غادي ديروهم باي حشوه عندكم في الدار اللي كيفضلوا نتوما واللي كيفضلوا ويبغيو وليداتكم. يلا نبداو نقولوا بسم الله. عندنا هنا نص كيلو ديال الدقيق اللي عندي مغربل مسبقا، غادي نخدم ونقول لكم المقادير. عندي المليحه طبعا، هادي الخميره، عندي الملحه، ندير بيديا لان يعني كنعرف القياس باليدين. عندي هنايا الخميره الفوريه ديال العجين. دابا الحال سخون راه دغيا غادي يطلعوا لنا الفطائر تقريبا هكذا واحد المعلقه. عندي ربع كاس ديال الزيت، وعندي هنايا واحد البيضه. غادي نستعمل الصفار للدهن، وغادي نستعمل البيض داخل العجينه. بسم الله، دائما كيف كتشوفوا كنفصلوا البيض عن الصفار ونحتفظوا بالصفار. وعندي هنايا خليط ما بين الحليب والماء، انا عندي هذا الخليط راه دافي باش غادي نعجنو. وعندي طبعا كيف كتشوفوا عندي واحد المعلقه كبيره ديال العسل باش كيجيونا محمرين، العسل تاع الدار. الحليب ما بين خليط ما بين الحليب والماء، انا غادي نعجن وديك الساعات الا خصني الماء غادي نزيد. غادي ديروا نص كاس تاع الحليب نص كاس تاع الماء. انا العجينه بسم الله غادي تكون ما تكونش جاريه، انا غادي نحلوهم نديرهم كويرات ونفتحوهم. غادي نعجنهم هكا، دائما كنعجن غير بهذا لاسباتولا، الا كان خصني غادي نضيف. هانتوما يا البنات زدت، ولكن ملي قصتها بيدي بانت لي هي هذيك. غادي نزيد غير واحد الطريقه غير باش نفك الدقيق اللي عندي في الجوانب. صافي انا غادي نعجنها هكا، شوفوا كتكون يعني كتزول من البول. صافي انا غادي نعجنها مزيان. صافي وغنعمل لها واحد البلاستيك ونخليها تخمر حتى يضعف الحجم ديالها. كيف كتشوفوا معايا بعد ما كنعجنها هكذا فوق الرخامه كنولي نردها هنايا فوق في لو بول. صافي وغادي نغطيها بلو فيلم ونخليها ترتاح واحد شويه، ونولي عاوتاني نعاود ليها بعد ما غادي نشوف شنو غادي نديرو في الحشوه اللي غادي ترافق لنا هاد الفطائر هادي. كيف كتشوفوا معايا بعد ما كنعجنوا العجينه ديالنا فوق الرخامه ندلكوها واحد شويه، ديك الساعات كنردها هنا لو بول. صافي كندير لها الفيلم اليمونتيغ هكا ونخليها تخمر لي تضعف لي الحجم ديالها. هانتوما البنات بعد ما كتخمر لينا العجينه ديالنا وكيضعف الحجم ديالها، صافي غادي نزولوها هاد البلاستيك. هانتوما كيف كتشوفوا راه خمرات تبارك الله. صافي غادي نقطعها هكا مقريصات هكذا صغيورين، نحاول نقطعهم صغيورين باش على حسب كيف قلت لكم على حسب هذوك لي ساندويتشات الصغار. هانتوما البنات عملت 12 حبه ديال هاد الكريسات. غادي ناخذ شويه ديال الدقيق طبعا غادي ندردرو هنايا وندردرو حتى في لاطون اللي غادي ندخلو للفران. كيف كتشوفوا دهنتها بشويه ديال الزيت ونعملو لها شويه ديال الدقيق حيت انا الكاغيط ما بقاش ليا.
وما غاديش يوصفني انهم هما غير فطائر. غادي ناخذوا الحبه الاولى شفتوا، غادي نحاولوا هكا ناخذوا المدلك ديالنا نحاولوا نسرحوها بهذه الطريقه هذه. نعرضوهم هكذا شي شويه وفوق نقلبوهم على نفسهم عاوتاني بهذه الطريقه هذه، وتنحطوهم في اللاطه باش يوليو عاوتاني غادي يخبروا. نمشيو الثانيه بنفس الطريقه هكا بشكل طولي هكا، غتجينا اوفال نديرو شويه هكا نعرضوها باش ما تجيناش ضيقه هكا بهذه الطريقه هذه صافي. وغادي نقلبها على الجنب الاخر هكا، نقلبوها على هذا الجنب بهذا الشكل هذا صافي. دائما نحطو وحده وحده وحده، غادي نعاود لكم. صافي وغادي يخمروا المره الثانيه ضروري ما يطلعوا لينا، عاد نكون سخنا الفران ديالنا ان شاء الله. غادي تشوفوا بعدا ملي غادي يطلعوا غادي ندهنوهم بالصفر ديال البيض باش يعطيونا هذيك لا دوغيغ من الفوق. صافي نديروا لهم هكا ساهلين ودغيا تيتوجدوا بهذه الطريقه هذه. غادي نوريهم لكم هكا في اللاطه ها هما كيفاش جاوا، شفتوا الشكل ديالهم. غادي نكمل الصف الثاني ولا بقات لي شي حاجه غادي نديرها في لاطه اخرى ونتلاقى بكم باش ما نطولش عليكم الفيديو. ها انتم البنات كيف كتشوفوا معايا الفطائر ديالي دهنتهم بالصفر ديال البيضه اللي كنا خلينا قبيله مع شويه ديال الحليب. هنا كنزينوهم بشويه ديال هكا الجلجلان من الفوق وتنخليوهم يخمروا، ومن بعد كنشعلوا عليهم الفران وكنطيبوهم من التحت هو الاول، عاد كنديروهم من الفوق باش يتحمر لينا الوجيه ديالهم. انا هنايا درت 6 في لاطه اخرى عاوتاني درت 6 اخرى كما كتشوفوا معايا هنايا ها هما دو صافي. نتوما ديروا البافو ولا ديروا جلجلان بحالي صافي، خليهم هكذا يخمروا غادي يطلعوا لكم صافي. وغادي طيبوهم كما قلت لكم، غادي تشعلوا الفران كل وحده كتعرف القياس ديال الفران ديالها 180 درجه على في الفران ديال الضو ولا في الفران ديال الغاز. طبعا غادي تسخنوهم بعد غادي تنقصوا عليهم وتخليهم يطيبوا هكذا على خاطرهم. كيف كتشوفوا البنات الخبيزات ديالي اولا الفطائر بعد ما كيخرجوا من الفران كنخليهم هكا كيبردوا. كنوجدوا واحد الخليط ديال المايونيز والكيتشب هنايا في واحد الزليفه باش غادي ندهنوا بهم هاد الفطائر. هنا وجدت واحد شويه ديال صدر ديال الدجاج عندي هنا متبل، درت له الثومه والتوابل ديالو باش غادي نعمر به هاد الفطائر. عندي هنايا واحد التكتوكه ديال الفلفله كيف كتشوفوا، وعندي هنايا البطاطا فريت واحد البيضه اللي بغى يدير البيض وايضا اللي بغى يدير حتى الطون ممكن ديروا الطون. هنايا انا فتحت وحيده كيف كتشوفوا ما خليتهمش يكونوا خامرين بزاف باش ما تجينيش فيهم اللبابه، وايضا باش ما بغيتش انا يكونوا هكا منفوخين بزاف ديك البابا داك الخبز لداخل. نتوما الا بغيتو تخليوهم يزيدو يخمروا لكم مزيان هنا كندير واحد الطبقه ديال المايونيز خليط ديال المايونيز، وكنديروا دوك اللحيمات هكذا من الفوق نديروا على حسب الكميه اللي عندنا. هنا عندي خليط ديال الصدر ديال الدجاج مع الكفته، وهنا وكنديروا هنايا الفريت بهذه الطريقه هذه. تنديروا ديك الكميه هكا، ممكن من بعد تنديروا المايونيز اولا نديروا الفرماج شيدر. هنايا عندي الفرماج اللي بغى يدير نقسم وحده على جوج على حسب. هنايا عندنا هذا لي ساندويتش عندنا صغيورين مويا يعني ماشي صغارين بزاف صافي. كنحلوا هاد الفرماج صافي تنقطعوا تنقطعو هكذا في النص بعدا بس سخونيه دغيا تيدوب صافي، وتنقدموه هكا تنديرو في الطبق ديال التقديم صافي بنفس الطريقه. انا كنجيب ها
هكا تنجيب داك المقص ولا الموس وتنقطعو في الوسط في ديك التنيه اللي كنا تنينا وحده على نتوما. الا كان عندكم حتى الخس ديروا الخس، ديروا الخس، ديروا الزيتون، ديروا لي كورنيشون، ديروا مطيشون اللي عجبكم. انا بغيت نخليهم غير هكا يجيو هكا دي ساندويتش زوينين وسهلين، ما بغيتش نكثر فيهم بزاف ديال المواد. صافي كندير هكا شويه ديال الفريت. هادو هما الفطائر ديالنا بعد ما عمرناهم بحشوه اقتصاديه، داكشي اللي متوفر عندكم في المطبخ ديالكم. كاين البطاطا فريت، كاين الفروماج شيدر، كاين لي صوص بالانواع ديالها، وايضا الانواع اللحوم اللي تكون عندكم. صافي تيجيو على هذا الشكل، تيجيو الصراحه صدقوني يا البنات كيجيو خفافين، وكاع ما عمرني يعني باللبابه ديال الخبز كيجيو خفاف وهشاش هشاش ما تصوروش، والمذاق ديالهم من اروع ما يكون. واش غنقول لكم، لا بد ما تجربوهم، واكيد غادي يعجبوكم بزاف ويعجبوا الاسره ديالكم وخاصه وليداتكم. نتمنى لكم شهيه طيبه، والى فيديو اخر ووصفه جديده ان شاء الله. ما تنساو ليش البنات اللايك، ما تنساوش البارطاج، وايضا ما تنساو ليش الاشتراك في القناه، وتفعلوا الجرس باش يوصلني منكم دائما الجديد، وتهلاو لي فراسكم.